السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنبدأ سلسلة سريعة كده، 5 دقايق في معلومات مهمة تفيد طلبة الثانوية العامة. المعلومة الأولانية فول وفيلد. عندي كلمة فول يجي معها كلمة بي فول أوف، يعني إيز فول أوف مثلا معناها مملوء بي. بي فيلد ويز برضو مملوء بي. فيل معناها يرثب، فيل معناها يشعر، فول دي فول دي معناها غبي. المعلومة اللي بعدها while، احنا عارفين while بعدها past continuous، while past continuous okay، while past simple امتى يجي بعدها past simple؟ لو كان الفيرب هو كلمة was فقط، طبعا was أو were. هنا لو while I was at home اهو الفيرب هنا كلمة was ده past simple، هل ينفع أقول while I was being at home؟ لا، while I was at home dad arrived. while امتى يجي بعدها verb ing؟ لو جت بدون فاعل، لو جت تاني بدون فاعل يعني بدون I أو he أو she. طب during بعدها إيه؟ بعدها noun during the film. المعلومة اللي بعدها، المعلومات دي يا ريت تتكتب بالورقة والقلم. كلمة confused و confused و confusing، معلش المفروض يبقى في ing. تمام، عند هنا be أو get confused معناها مرتبك، be confusing معناها مربك أو محير. I was confused يعني أنا كنت محتار. This puzzle اللغز دوت is confusing يعني محير. طيب جميل، هل ينفع كلمة confused تيجي verb؟ أيوه، من غير verb to be قبلها. The problem confused me يعني المشكلة دي حيرتني. نشوف المعلومة اللي بعديها. used to و be used to. used to بعدها infinitive تبقى عادة في الماضي. be أو get used to بعدها noun أو verb في ing معناها متعود في الحاضر أو على حسب اللي قبلها حاضر ولا ماضي. المهم he used to عايزينها فعل في الانفينيتيف، يبقى اختار من تحت كده drive، يبقى he used to drive. he is used to عايزة ing أو noun. he is used to driving متعود على السواقة. تمام، he is used to the bad weather متعود على الطقس الحار برضو صح. he got used to driving متعود على السواقه. تمام، he got used to the bad weather. يبقى is او get او got used to بعدها ing او noun، لكن used to بعدها infinitive. نشوف المعلومه اللي بعدها. much more. much تتحط بعد more بعدين adjective او بعد الصفه اللي فيها er. much taller يعني اطول بكتير من. much more expensive اغلى بكتير من. المعلومه اللي بعدها 10 minute عبارة عن adjective، الصفة ما بتتجمعش. تمام كده، هنا في قاعدة بتقول a أو an adjective noun. we need a 10 minute break. ما ينفعش أقول 10 minutes طالما في a، عايزين هنا صفة a 10 minute break. we need a break for، عايزين break لمدة، يبقى عايزين هنا اسم لمدة 10 minutes. يبقى we need a 10 minute break adjective، we need a break for 10 minutes. اوكي، المعلومة اللي بعديها thousand و thousands. thousands جمع كده من غير ما يكون في رقم قبليها. thousand مفرد لو في رقم قبليها. we need a of dollars، احنا عايزين آلاف الدولارات، يبقى thousands جمع اهي بس مش هحط لها رقم. we need thousands of dollars. طب I need five. five ايه؟ 5000 طالما في رقم يبقى من غير اس. I need 5000 pounds. جميل، الكلام ده ينطبق على 100 و 1000 ومليون. يبقى لو هي جمع ما تحطش قبلها رقم، لو هي ما فيهاش مش معموله جمع نحط الرقم اللي احنا عايزينه. المعلومه اللي بعديها other و another. other بعدها اسم جمع، another بعدها اسم مفرد. other boys another boy، وممكن لو فيها رقم تتعمل بالوضع التالي 3 other boys 3 اولاد اخرين، another 3 boys 3 اولاد اخرين. المعلومه اللي بعدها لا كده يبقى بسم الله. كلمة full of دي قلنا دي الأولانية، بكده خلصنا المحاضرة بتاعت النهاردة أو ال5 دقايق بتوع النهاردة. ألقاكم على خير في 5 دقايق مفيدين تاني، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.